مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نتواصل معكم مرة ثانية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة والمحبة والسلام. والشوط الثامن عشر الخاص بالأبكار الأصايل من سن الحقاق، المسافة المصحوبة هي 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة مقدمة من السيد عبد الله بن نصيب بن نقيطة العامري، له الشكر والتقدير على هذه على هذا الدعم الكبير لهذا المهرجان الختامي الكبير اللي يقام على أرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة بعمارة أم القوين. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أسير مع المركز الأول ومع الصدارة مع الشاهنية لعناد أو لعدنان بن علي بن عبد الله بن محمد من يتقدم مع الشاهنية، بينما المركز الثاني بن لمحمد بن حمد العامري يتقدم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم أيضا من الشايبة لسعيد بن سيف بالمر بن محمد النعيمي يتقدم مع أو مع من هناك تأتينا الشايبة لسعيد بن سيف بالمر بن محمد النعيمي، بينما المركز الرابع وصلت الحذرة لسالم بن راشد بالحبالة الكتبي، بينما المركز الخامس وصول من مشهورة لسالم بن سيف بن مصبح المسافر يتقدم مع المركز الخامس، بينما المركز السادس ما شاء الله اندفاع وتحدي رائع على المركز السادس من تأتينا سادسا تتواجد بهذه اللحظات على المركز السادس. الله الله المركز السادس من وصلتنا سادسا تتواجد متعبة لمحمد بن راشد بن عبيد بن طروق الغفلي يتقدم مع المركز السادس، هكذا النداء للستة المراكز الأولى المتقدمة والنداء الأول لهذا الشوط. يا سلام، أتابع مرة ثانية ماذا يدور على الصدارة من إصرار ومن تحدي. الشايبة لا زالت تقود هذا الشوط، قيادة حكيمة وسليمة. سعيد بن سيف بن مر بن محمد النعيمي يتقدم مع الشايبة، بينما المركز الثاني هناك تأتينا الحذرة لسالم بن راشد بن حبالة الكتبي، بينما المركز الثالث القدوم من قبل ظن وظن على المركز الثالث لمحمد بن حمد العامري يتقدم مع المركز الثالث، والمركز الرابع يا المسافري ضيف شرف قادم من ميدان السوان يتقدم مع المركز الرابع. يا سلام على ظهر مشهورة سالم بن سيف بن مصبح المسافري، بينما المركز الخامس الله هجوم وتحدي على المركز الخامس، هناك الشاهنية عدنان بن علي بن عبد الله بن محمد يتقدم مع المركز السادس مع المركز الخامس، بينما المركز السادس أيضا الوصول من متعبة لمحمد بن راشد بن عبيد بن طروق الغفلي يتقدم مع المركز السادس، هكذا النداء للستة المراكز الأولى المتقدمة، والنداء الثاني السيارة في الانتظار، السيارة في الانتظار والسويك في الانتظار. يا هل ترى من حليف الحظ بالسيارة بهذا الشوط، الشوط الثامن عشر، كل أشواطنا الصباحية كلها سيارات من الشوط الأول وحتى الشوط العشرين. ولكن أعود إلى الأمام، أعود مرة ثانية إلى التغيير اللي ترى وجرى من قبل الحذرة، الحذرة حذرت الجميع. سالم بن راشد بن حبالة الكتبي يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الشايب سعيد بن سيف بن مر بن محمد النعيمي يتقدم مع المركز الثاني، ولكن الهجوم وصول من شعار جديد ما جبنا لها طاري الى المركز الثالث بهذه اللحظات، تأثير الرنج على المركز الثالث لعلي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي، بينما المركز الرابع بن طروق المركز الرابع وصلتنا متعبه لمحمد بن راشد بن عبيد بن طروق الغفلي، والمركز الخامس وصل اللي على المركز الخامس إلا على المركز الخامس، بينما المركز السادس اللي وصلتنا على المركز السادس تتواجد بهذه اللحظات طواري لفات بن محمد بن فهيد الفهيد المري يتقدم مع المركز السادس. ولكن أعود مرة ثانية إلى الأمام وإلى الصدارة وإلى القيادة وإلى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، أنا كيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير، الكيل اللي ما بعد كيلة، السويك هناك يلمع
وبعض العيون تدمع وبعض القلوب تطمع، والله هذي يعطي ويمنع، الله هذي يعطي ويمنع. يا هل ترى بيضل السيارة، بتضل السيارة وبتضل هناك اللي قادت هذا الشوط، بتضل هناك الرنجل علي بن راشد بن زيد بالشاوي. الغفلي يلا يا الغفلي، يلا روح يا ابو راشد، روح رفقتك السلامة مع المركز الاول، تلعب على ظهر ميدانها، تلعب على ظهر ميدانها، ميدان اللبسة. بينما اللي وصلت على المركز الثاني، وصول على المركز الثاني، وصل ابو شاسب سالم بن شاسب بن خليفة المسافر، يتقدم يتقدم مع المركز الثاني. بينما اللي تراجعت الى المركز الثالث، وصول ايضا على المركز الثالث من قبل حملوله حمود بن سعيد بن مبارك بن عايده الكتبي، يتقدم مع المركز الثالث. ولكن اعود الى الامام، اعود الى الصدارة، اعود الى القياده وقياده هذا الشوط والمسير والمركز الاول وصداره هذا الشوط. هناك العلي بن راشد بن سيف بالشاوي الغفري يقدم الرنج على بدايه هذا الشوط، يقدم الرنج على البدايه وعلى الصداره والمركز الثاني. يا سلام، اذا السلام غادر الى فلي المعلى، سلام فلي المعلى، سلام سلام اماره ام القوين، سلام سلام يا اللبسه، سلام تهانينا تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن زيد الشاوي الغفل المركز الثاني. وصلتنا هملول الحمود بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي والمركز الثالث. وصلتنا ثالثا تتواجد هناك الغزيرة الظافر بن هادي بن مسعود الحبابي والمركز الرابع. المركز الرابع وصلت محطة لسعيد بن راشد بن مسلم العمري والمركز الخامس. المركز الخامس وصلتنا ظن لمحمد بن حمد العامري. هكذا كان النداء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. أعود مرة ثانية بالتهاني والناموس لأهل إمارة أم القوين، وخاصة منطقة فلي المعلى، وبالأخص حينما يسكن علي بن راشد بن سيف الشاوي آل غفري على فوز رنج بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز الثمين. التوقيت الزمني 6:14 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس. المركز الثاني 6:15 وأربعة أجزاء. تهانينا والناموس تهانينا والناموس لحمود بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي. تهانينا المركز الثالث اللي وصلت على المركز الثالث كان من نصيب العزرة لضافر بن هادي بن مسعود الحبابي. التوقيت الزمني 6:22 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.